كروت السنترال السي بي يو الخاص بالتي دي اي والسي بي يو الخاص بالتي دي اي. مش بس الفرق ما بينهم هي الانترفيس، يعني انا اقدر اعمل بي سي بروجرامينج عن طريق يو سي بي كيبل وهنا عن طريق ار جي 45. لا، في فروق تانية مهمة جدا، اهمهم ان التي دي اي هو بيور اي بي، يعني اقدر اركب عليه كارت الدي اس بي او كارت الفايب، فانا هقدر كده اشتغل بالاي بي نتوركينج. واهمهم طبعا ان انا اقدر احط 128 تليفون اي بي على السنترال في الحالة دي لما اركب على السي بي يو تي دي اي كارت الدي اس بي. كارت التي دي اي ما بيركبش عليه كارت فايب، وان كان ممكن الكابينة تتعدل تبقى اي بي بطريقة ما، لان هو المفروض التي دي اي 200 هو اي بي انيبلد، يعني ممكن نعمل له اضافات ودي ممكن نتكلم عنها، او احنا اتكلمنا عنها في كروت في فيديوهات كتير قبل كده موجودة، ممكن نعملها ريفير وحضراتكم تشوفوها. طبعا انا لما بنقل او بعمل ابجريد من التي دي اي للتي دي اي 200، فانا بخش في عالم تاني تماما من الكوميونيكيشن. ده كارت فايب دي اس بي بيركب على الكباين على السي بي يو بتاع الكابينة التي دي اي 100 أو 200 أو 600، اساسي عشان اعمل الاي بي نتوركينج، واولهم واهمهم بالنسبة لنا دايما ان احنا نركب التليفونات الاي بي اللي هي انا ممكن اركبها، مش بس اركبها لوكالي جنب الكابينة او في نفس السايت، لا انا ممكن اركبها في 16 مبنى مختلف او 16 محافظة او 16 دولة مختلفة. ففي فروق كتير جدا بين السي بي يو التي دي اي والسي بي يو التي دي اي، هما بيشتغلوا مكان بعض لكن في فروق ما بينهم. يعني انا لما هشيل كارت التي دي اي السي بي يو بتاع التي دي اي واركب مكانه التي دي اي، انا بخسر فيتشرز كتير، لكن لما بعمل ابجريد من الاي للاي فانا بكسب حاجات مهمة جدا، منها الفايب فيتشرز واهمهم طبعا الاي بي فونز. شكرا.